تحديثات الجزاءات البلدية غرامة الشروع في البناء دون رخصة تصل إلى 50,000 ريال. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام. الفيديو ده بناء على طلب حضراتكم، أو بالأخص بناء على طلب إخواننا السعوديين، بخصوص كانوا عايزين يعرفوا الغرامة، غرامة الشروع في البناء بدون ترخيص، والتحديثات الجزائية الجديدة اللي تم تنزيلها من البلدية. طيب تعالوا نشوف مع بعض بعد التحديثات غرامة الشروع في البناء وصلت كام، ونشوف بالمرة بعض التحديثات اللي حصلت أو اللي عملتها البلدية. وصلت غرامة الشروع في البناء دون رخصة إلى 50,000 ريال فيما يستعرض المقاول المشترك في البناء أيضا للغرامة نفسها، وفقا لجدول التحديثات الجديدة للجزاءات عن المخالفات البلدية الذي أقرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وآدي الجدول اللي هو أقرته البلدية. طيب، وبحسب تصنيفات الأمانة والبلديات ستكون الغرامة على النحو التالي: 50,000 ريال الأول، والثاني 40,000 ريال، والثالث 30,000 ريال، والرابع 20,000 ريال، والخامس 10,000 ريال. وجاءت تفاصيل المخالفات في جدول مخالفات البناء العامة، حيث سيتم منح المالك مهلة 7 أيام بعد التنبيه للتصحيح قبل أن تفرض عليه الغرامة. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أصدرت نسخة من محدثة لجدول جزاءات المخالفات البلدية بهدف رفع امتثال المباني وتوفير البيئة المناسبة والعدالة للمنافسة بين المنشآت التجارية والحد من ظاهرة التشوه البصري. ووضعت الوزارة 4 مستويات لنسبة السداد المقدرة بحجم المنشأة. يراعى الجدول المحدث عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والغرامة للمنشآت الكبرى 100% من قيمة الغرامة، والمنشآت المتوسطة 75%، والمنشآت الصغيرة 55% من قيمة الغرامة، والمنشآت متناهية الصغر 25% من قيمة الغرامة. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير.